أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واصل الكلام عن صفات عباد الرحمن وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الصفة العاشرة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان صما جمع أصم وعميانا جمع أعمى جمع أعمى فلا من صفات عباد الرحمن عندما يذكر بالله فإنه يتذكر كان في معصية فإنه يقلع عن هذه المعصية ويتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين والإنسان سمي إنسانا لكثرة نسيانه لكثرة نسيانه وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت ذريته والله سبحانه وتعالى يقول في التنزيل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي آدم فنسيت ذريته فالإنسان كثير النسيان كثير الخطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قال في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب فليس الإشكال في أن تقع في المعصية فليس لأحد العصمة إلا الأنبياء لكن الإشكال أن تستمر في المعصية أن تستمر في المعصية فإذا وقعت في المعصية فأقلع عنها وتب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا ذكرك أحدهم فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك أن تقلع وتحمد لهذا تحمد الله أولا وتشكر لهذا الذي ذكرك فعباد الرحمن إذن يتصفون بهذه الصفة إذا ذكروا بآيات ربهم فإنهم يتذكرون ويقلعون والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكر تنفع من وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين المؤمن هو الذي ينتفع من الذكر فإذا استمع آية من كتاب الله وسمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقلع عما هو فيه اهتم وألقى السمع والسمع أثر فيه كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يستمع إلى النصيحة فيتبع أحسن الكلام ويحمل الكلام على أحسن محامله لا كما نجد بعض الناس يستمع إلى الكلام ويحمله على أسوأ محامله ويتربص بالمتكلم حتى يقع في زلة لسان أو في وهم فيشنع عليه ويضخم ما وقع فيه من زلة لسان أو وهم يقول انظر قال كذا قال كذا وينتزع الكلام من سياقه من
سياقه على طريقة ولا تقربوا ولا تقربوا الصلاة. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يتذكرون، ولا أحد أعلى من التذكرة ولا أحد أعلى من النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، يعني جعل النصيحة يعني لهذا أسلوب من أساليب الحصر والقصر كالحج عرفة، كقولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لإبراز أهمية عرفة، وكذلك لإبراز أهمية النصيحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، والتذكرة هي من صفات، إذا ذكر يتذكر، هذا من صفات عباد الرحمن، عباد الرحمن. لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني إذا ذكروا بآيات ربهم فإنهم يقبلون ويتغيرون ويتبدلون، ولا يعرض عنها كأنه أصم وكأنه أعمى. وهذا فيه تعريض بغير عباد الرحمن الذين يستمعون إلى التذكرة وإلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم ما استمعوا إلى شيء. يخرون عليها صما وعميانا. لكن عباد الرحمن يتصفون بماذا؟ يتصفون في كما قال الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفة من صفات عباد الرحمن. فهناك فارق بين عبد الرحمن الذي قد يتغير بسبب آية أو بسبب حديث، مجرد ما استمع لآية قد يتغير، مجرد ما استمع لحديث قد يتغير. انظر إلى الفضيل ابن إلى كمثال إلى الفضيل ابن عياض، إلى الفضيل ابن عياض. فضيله وهو من علماء المسلمين ومن عباد المسلمين الكبار، كان في بدايته قاطعا للطريق، لصا مقارفا للنساء والعياذ بالله، يعني وقع في كل الموبقات، في كل الموبقات. وفي ليلة سطى على منزل من المنازل يريد أن يسرق هذا المنزل، فسمع رجلا يقرأ قوله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فاستمع إلى هذه الآية سبحان الله، فأخذ يقول بلى يا رب، كأن الآية يعني سبحان الله والله يكلمه، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، كأنما الآية له هو. فقال آن الأوان يا رب، ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال آن الأوان يا رب، وتاب وعاهد الله سبحانه وتعالى على أن يقلع عن جميع المعاصي التي وقع فيها، وأخذ حتى ولم يكلم أحدا بأنه تاب، حتى وجلس يبكي على ما اقترف من ذنوب ومن معاصي، حتى مر جماعة من الناس ولم يعرفوا أنه تاب، فقالوا أسرعوا أسرعوا، هذا مكان الفضيل حتى لا يعتدي علينا. فأخذ يبكي ويقول كم يعني إيه اعتديت على الناس، وكم خاف منك الناس، وتاب وأناب وطلب العلم، وصار هو الفضيل ابن عياض، وظل على ذلك حتى مات، وترك المكان الذي فيه وذهب إلى بيت الله الحرام وأقام هناك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فبسبب آية، بسبب آية استمع إليها لكن وقعت في قلبي. لكن حال الكثير منا الآن أننا نستمع إلى القرآن بكامله، ونجد نستمع إلى الأصوات الحسنة هذا مطلوب، ونبكي خاصة في تراويح رمضان، فإننا نستمع ونبكي ونظل نبكي ونشيق
بكاء، وبعد أن نخرج من المسجد لا شيء يتغير فينا على الإطلاق. يبقى مجرد أنه بكاء وبعد ذلك نعود إلى ما كنا عليه، من كان يغش يغش، من كان يرتشي يرتشي، من كان يكذب يكذب. لا، القرآن نزل ليس للبكاء فقط، وإنما نزل من أجل التغيير، من أجل بناء الإنسان، شخصية الإنسان المسلم إلى الأفضل. فمن صفات عباد الرحمن كما رأينا إذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى فإنهم يتذكرون ويقلعون عن المعصية. سبحان الله، يقول ابن مسعود في هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية؟ قال: كان ما بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية، قال: لم يمر علينا إلا 4 سنوات فقط. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعاتبهم في هذه الآية، يعني لم يأني الذين آمنوا، يعني ألم يأني الأوان، لم يأتي الأوان بعد. فيقول ابن مسعود: لم يكن ما بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات فقط، كما عند مسلم وغيره. والله سبحانه وتعالى يعاتبهم في هذه الآية، فكيف بنا نحن الذين يعني إيه الله أعلم بحالنا سبحانه وتعالى. فهذه الصفة كما قلت من صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى. هناك تكملة لقصة الفضيل الجميلة هذه، وجعل أنه ذكرت أنه جعل من تمام توبته أنه يعني ذهب إلى بيت الله الحرام، وصار يطلب العلم، وصار من المحدثين، صار من المحدثين، وزكاه أهل العلم كالدرقطني قال ثقة وغيرهم من أهل العلم زكوه. ويقول عنه ابن المبارك، عبد الله بن المبارك يقول: رأيت أعبد الناس عبد العزيز بن أبي رواد، وأورع الناس الفضيلة ابن عياض. سبحان الله، وأعلم الناس سفيان الثوري، وأفقه الناس أبا حنيفة، ما رأيته الفقه مثل أي في زمنه. ويقول ابن المبارك كما في السير، يقول: ما بقي على ظاهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. يا سبحان الله، سبحان الله، شوف كيف بدأ بأنه كان قاطعا للطريق ولصا ومعاقرا للنساء، فكيف بسبب آية واحدة فقط تغير حاله من حال إلى حال مخالف تماما، بسبب التذكرة وبسبب النصيحة. وانظر إلى أسئلة التي وردت من حضراتكم على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. في اللقاء السابق نعم أجبت عن سؤال سجود السهو. يسأل بعضهم عن الشرط الجزائي في العقود. الشرط، هناك عقود فيها شرط جزائي، شرط جزائي، إن لم تفعل كذا فعليك كذا. هناك صورتان للشرط الجزائي: صورة جائزة وصورة غير جائزة. أما الصورة الجائزة فهي في عقود المقاولات، في عقود التوريدات، فيجوز أن نكتب شرطا جزائيا، مقاول أنت اتفقت معه على أن يسلمك مثلا بعد 4 أشهر وسلمك بعد 6 أشهر وترتب على ذلك ضرر، لا شك أنه سيقع عليك ضرر، فهنا يجوز الشرط الجزائي على ألا يزيد الجزاء، شرط جزائي، عن الضرر الحقيقي الذي وقع عليك. يعني وقع عليك ضرر، مثلا عليك غرامات، عليك كذا، عليك كذا، فالجزاء الشرط الجزائي يكون على قد فقط ما وقع عليك من ضرر. يبقى هنا هذا النوع جائز، عقود المقاولات وتوريدات وكذا. أما في العقود المالية فإن الشرط الجزائي حرام، وهو من الربا. يعني تدفع شيء، مثلا اشتريت سلعة بالقسط، فإذا تأخرت عن السداد عن يوم كذا يزاد عليك المال، فهذا ربا، فهذا ربا، والتأخير مقابل الزيادة هذا ربا، وكان في الجاهلية وحرمه الله سبحانه وتعالى. إذن السؤال عن الشرط الجزائي، هناك صورتان للشرط الجزائي: صورة جائزة في عقود المقاولات والتوريدات وأمثال
ذلك على قدر الضرر الذي وقع عليك، وخذ على قدر الضرر الذي وقع عليك. وهناك صورة غير جائزة، وهي في العقود المالية التي إن تأخرت عن السداد فعليك كذا زيادة وكذا زيادة، فهذا ربا وهذا لا يجوز. السؤال التالي: هناك عقود نجد فيها شروطا باطلة، فهل هذه العقود تبطل بكاملها، أو أننا لو أننا أبطلنا الشرط الباطل صح العقد؟ يعني عقد صحيح لكن في شرط باطل، شرط باطل كمسألة إذا تأخرت في السداد فيزاد عليك في المال، هذا شرط باطل، هذا ربا. فهل لو أننا ألغينا هذا الشرط الباطل وتجنبناه صح العقد وصحة المعاملة، أم لم يصح العقد وصحة المعاملة طالما في شرط باطل؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن كان هناك شرط باطل في العقد أدى هذا إلى بطلان العقد بكامله ولا يجوز التعامل به، ومن أهل العلم من قال إن كان هناك شرط باطل ولم تقع في هذا الشرط الباطل كأنك ألغيت هذا الشرط الباطل صح العقد، وهذا الذي أميل إليه والله أعلم. إن لغينا الشرط الباطل ولم نقع فيه صح العقد، هذا والله أعلم. سؤال آخر عن قطع الصلاة. قطع الصلاة لأنه قال، يقول: سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. فيقول: هل معنى ذلك أن الصلاة تقطع، يعني يخرج منها الإنسان إذا مر بينه وبين سجوده امرأة أو حمار أو كلب، في رواية الكلب الأسود؟ فيقول: نقول هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن الصلاة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، لكن العلماء نظروا في أحاديث أخرى وردت في هذا البيت، وردت في هذه المسألة، وحاولوا أن يجمعوا ما بين هذه الأحاديث وبين هذا الحديث، فمنهم من جمع ومنهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بالنسخ. فالجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، على أن الصلاة لا يقطعها شيء. فكيف جاء هذا الحديث الذي سأل عنه السائل؟ قالوا: هذا الحديث منسوخ. طب دعوى النسخ، ذكرت قبل ذلك أن دعوى النسخ لابد لها من دليل واضح، من دليل معرفة التاريخ، أن يكون ذكر ذلك في النص عن الصحابي رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا؟ قالوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يصلي إليها صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد غمزها فضمت أو لمت قدميها فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عندها أن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب، فقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، فأنكرت ذلك وقالت: والله لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وإني على السرير، على الفراش، يعني بينه وبين القبلة مضطجعة، يعني هي والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي مضطجعة بينه وبين قبلته، تبدو لي الحاجة، تريد أن تقوم لحاجة، فأكره أن أجلس فأوزي النبي عليه الصلاة والسلام فأنسل من عند رجليه، يعني تخرج كده تنسل من عند رجليه. لذا الجمهور قالوا الحديث منسوخ بما ذكرت من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والجمهور على ذلك، على أن الصلاة لا يقطعها شيء. لكن هناك فريق من أهل العلم قالوا إن الصلاة تقطع بما ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الإمام أحمد وابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ الألباني وغيرهم من أهل
العلم وقالوا عن حديث أم المؤمنين عائشة أن هذا ليس مرورا، أنها لا تمر، وإنما هي معترضة، يعني كانت تنام، يعني ساكنة مستقرة ولا تمشي من أجل أن تقطع الصلاة. فقالوا وما قالوا بالنسخ، لما جمعوا وقالوا إنما ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إنما هو في الاتجاع وليس المرور بين يدي المصلي. وأولوا أن تقطع الصلاة قالوا قطع الخشوع، قطع الخشوع، فالمرأة عندما تمر قد ينظر إليها الإنسان، والحمار نهيقه، والكلب فإنه يفزع منه، فيقطع الخشوع، يقطع الخشوع. وهذا رجحه الإمام النووي عليه رحمة الله. يقول أخت يعني قبل الفاصل أقول إنه الإمام أحمد ذكرت أنه يعني قال إن الصلاة تقطع أيضا، لكن مع التحقيق وجدت أن له رأيا آخر مع رأي الجمهور أن الصلاة لا يقطعها شيء مما ذكر، أن الحديث منسوخ أو أول كما ذكرت تأويله. ويقول الإمام الترمذي أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وكذلك يعني إيه ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، ونعود إليكم إن شاء الله. كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.